الله يعطيكم العافية أخوان، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا أخوان اليوم طلعت المخاليف، طلعتها الظهر هسا بدي أشد عليها بصراحة، لأني مش قادر أشد عليها وقت الكش وقت الموعد، لأنه الكل بكش وأنا طبعا صيد مع الكل، أنا صيد مع الكل، فعشان هيك واحد بيصيد لي، ما بدي حدا يصيد لي مخلف أو فرخ ويصير يقول أنا صدت له طير القوي. خلونا نشوف شو بدنا نعمل فيها الفراخ المخاليف وخليها تلعب بالعالي. خليكم معي، في ناس كثير بيقولوا كيف بدنا نخلي الحمام الشد بالعالي، اتفرج على الفيديو بتشوف. الحمام يا اخوان ظلتها ساحبه رايحه، بس انا ما بعرف كيف بدي اقلب التلفون. خلينا نشوف كيف هي اجت رجعت. الله يعطيك العافية يا اخوان، هاي شايفينها هاي طلعنا معها شخشلة مخلب كان بس تعبان رجع. صح هاي في طير جاي، شو هذا؟ هاي شو هذا؟ هيو هذا اللورانس تبعي، كشميري سبنكاير.
خابر فاسد هون كان داري. هاي شايفين يا اخوان كيف صارت الحمام بالصلاة على النبي. الجو حامل اليوم يا اخوان، شكل الحمام تعبت. مظبوط صح، خليها تشد. تع 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 راحتها، خليها تحط على راحتها. هذا تحط يا اخوان شكله صارت تعلى عشان ظلها مرتاحه فوق.
تعال تعال. هاي إلها يا اخوان بحدود 8 دقائق الحمام طايره. نرجع لكم ان شاء الله يا اخوان على موعد الكش. طارت افسس مال الحمام.